زيكم يا حلوين، وجيت لكم في فيديو جديد. بس قبل ما تروحي على الفيديو ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك اي فيديو بنزله، وتعملي لايك وكومنت حلو. زي طبعا الفيديو باين من عنوانه، احنا هنتكلم على ايه النهارده. كحك بقى القمر ده، بصوا شكله حلو قوي. يلا يا كحك العيد يا احنا. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتقولي لي تحت في الكومنتات رأيك ايه في المقادير بتاعتنا وشكل الكحك، وهوريكم دلوقتي حبة بسكر. كده معانا كيلو دقيق، ومعانا نص كيلو زبدة، ومعانا الملبن، ومعانا خميرة، ومعانا دي هناخد منها معلقة نشا، ومعانا السمسم ده. الأول حاجة بقى هنعملها هنعجن الملبن عليه السمسم، ونحط عليه الأول معلقة زبدة، زبدة بلدي طبعا، ونحط بقى عليه السمسم كده. ده اللي هنحشي بيه الكحك، تمام. فالأول كده بنعجنه بالطريقة دي. عجن اهو خلاص تمام كويس قوي. وبعدين جبنا صينيه كده رشينا فيها نشا، وبعدين هنحط بس النشا كويس قوي تمام. وبعدين بقى نكور كده الملبن على قد الكحكيه ونحطه في النشا. اهو ده كده اللي هيتحشي بيه بقى الكحك. بصوا على قد الكحكيه اللي انت هتعمليها، فتقطعي كده ايه كرات الملبن. النشا ده عشان بس ده ما يلزقش مش اكتر. وكده انا بسيح السمنة اهو تمام، تسيح بس انما ما تسخنش قوي ولا حاجة، لازم تبقى السمنة صايحة، ما ينفعش نعجن بيها وهي كده. تسيح كده واحدة واحدة مع نفسها. حطينا بقى معلقه خميره في الكوبايه تمام، ونحط عليها معلقتين سكر. قيمه معلقتين سكر كبار كده تمام اهو، ونحط عليها ميه دافيه عشان تتفاعل بس لحد ما ايه ما نيجي نعجن. نقلبهم بقى كده مع بعض، نقلبهم كده مع بعض تمام، تتفاعل بقى كده مع الميه السخنه لحد ما نيجي نعجن العجين اهو. نسيبها بقى على جنب لحد ما نيجي ندخل الدقيق والسمنة اهي ساحت اهي خلاص، فيها بس حته اهي صغيره. حطيت ملح بقى كده على الدقيق، طبعا الدقيق ده منخل كويس منخول، وعليهم معلقه بيكنج باودر. وعليهم بقى السمسم، ترشي سمسم كده ونقلب بقى كده ايه السمسم في الدقيق، يتوه بس كده في الدقيق. حط بقى كده السمنة كلها كده مرة واحدة على الدقيق وهي سخنة تمام، ونقلب بقى كده ايه واحده واحده. معلش بقى دوشه الولاد قاعدين. نقعد بقى اهو توهنا خلاص السمنه كده خلاص، هنقعد بقى نبس فيه لحد ما ينعم خالص معانا. بصوا بنفس الطريقه دي كده، بصوا كل ما تعملي كده اكتر كل ما يبقى الكحكيه ناعمه معاكي. بصوا بقى الخميرة، بصوا اتفعلت مع المية السخنة ازاي. هنحطها بقى دلوقتي كده على عجين، ونعجنها بقى كويس قوي مع الدقيق كده والسمنة. بصوا بقى كده اتعجنت خلاص،
تمام. هو احنا حطينا بس ايه نص كوبايه ميه، او عايزه تحطي لبن حطي عشان بس ايه العجينه تلم معانا كده اهو. بصوا دي شكلها كده. هنزود بقى معلقتين سمنه في العجينه عشان ايه العجينه بس محتاجه سمنه. ونقلبها برضو كويس معاها. كده هي اتعجنت كويس تمام. بصوا هي عملت ازاي، اهي طالما كده العجينه ما شققتش يبقى هي معجونه كويس اهي. بقى هنقطع كده ايه على قد الكحكايه ونحط فيها الملبن، بنكورها كده ونفتح فتحه كده في النص ونحط حته الملبن اللي احنا طبعا مكورينها اهو، ونلم كده عليها كده، نسيبها بقى في الصينيه لحد ما نيجي برده في الاخر ننقشها اهو. نحطها كده في الصينيه، هنعمل كله بنفس الطريقه دي كده ونحطه في الصينيه، وفي الاخر بقى ننقشه كله مع بعض. بقى كده هننقش الكحك بقى باي حاجه عندك تنقشيه. بصوا بقى نقشتي ايه، حاجه كده تحفه. بصوا كل ما الرسمه كانت بارزه كده كل ما في السوا يعني مش هتروح. ده بقى المنقاش بتاع زمان بتاع تيتا، احلى حاجه والله بتنقشي بيها. بصوا اهو، بصوا كده خلاص اهو نقشناه. بصوا كله ما شاء الله اهو. بصوا طبعا باين نقشي، باين يعني علامه. بصوا طبعا نقشي ماما ما شاء الله، الرسمه جميله. بس قولوا لي في الكومنتات ان انا رسمتي احلى. خلاص كده. بصوا ده كده من كيلو دقيق، يعني كيلو دقيق عمل الكميه دي كلها تمام. كيلو دقيق ونص كيلو سمنه. الشيش انتي رايحه فين اهو. بصوا شكله جميل. هنسيبه بقى كده يخمر حوالي ساعه وبعد كده ايه نطلع بقى ايه نسويه فوق السطح كده مع بعض في الفرن، او عايزه تعمليه في فرن البوتاجاز تمام. يعني احنا لسه مش عارفين برضه هنعمله يا هنا يا هنا، على حسب اهو. بصوا شكله جميل ما شاء الله. بصوا بقى الكحك اهو هو في الفرن اهو. بصوا حبيت اوريه لكم هو كمان بيستوي. كده بعد بقى ما خلصنا خلاص الكحك ورشينا عليه السكر، بصوا شكله رهيب. جربوا بقى طريقتنا كده والطريقه القديمه بتاعتنا، وقولوا لنا رايكم تحت في الكومنتات حلوه ولا وحشه. تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.